قالت وزيرة الخارجية الألمانية أناليتا بيربوك إن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية جديدة، وأن الاقتراح القطري المصري فرصة يجب اغتنامها. وأعلنت بيربوك أن أكثر من نصف سكان غزة يبحثون حاليا عن مأوى في رفح، وينتظر 1 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة جدا. أكثر من نصف سكان غزة يبحثون حاليا عن مأوى في رفح، وينتظر 1,300,000 شخص هناك في مساحة صغيرة جدا. ليس لديهم حقا أي مكان آخر يذهبون إليه الآن. لقد اتبع الكثير منهم أوامر الإخلاء الإسرائيلية وفروا من مناطق القتال في شمال غزة، وفي كثير من الأحيان ليس لديهم سوى أطفالهم الصغار. لا يمكن لهؤلاء الناس أن يختفوا ببساطة في الهواء، فإذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما على رفح في ظل هذه الظروف فستكون هناك كارثة إنسانية.